اهلا بكم طلاب الصف الاول الاعدادي، معادنا مع شرح ماده الرياضيات فرع الجبر، وهناخد في الدرس ده جمع وطرح الحدود الجبريه المتشابهه. طيب، الحدود الجبريه زي ما احنا شفنا في الشرح اللي فات، عندنا الحدود الجبريه عشان اجمعها مع بعضها لازم تكون متشابهه. لازم تكون متشابهه في ايه بالظبط؟ اول حاجه لازم يكون الرمز زي بعضه وأس الرمز زي بعض. يعني مثلا عندنا 3 س زائد 4 س، هنا الس هنا الحد ده زي الحد ده، في ايه بقى؟ ان الرمز هو هو ما بيختلفش، وفي نفس الوقت الأس بتاعه نفس الأس، يعني س دي كأنه أس واحد، و3 س أس واحد، و4 س كأنه أس واحد. فلما اجي اجمع العدد وما اجمعش الرمز، لان الرمز ما بيتجمعش، فبجمع 3 زائد 4، 3 زائد 4 7، يبقى 7 ايه؟ 7 س. تمام. طب هنا 5 س اس 2 و3 س اس 2، هنا طبعا الس اس 2 زي الس اس 2، خلاص يبقى انا هاخد واحد منهم واجمع الخمسة والثلاثة يبقى 8، يبقى الناتج 8 س اس ايه؟ اس 2. طيب 7 س اس 3 ناقص 2 س اس 3، هنا الاس 3 طالما هم متشابهين يبقى ينفع اجمعهم او اطرحهم. طب ال 7 ناقص 2 يبقى 5، 5 ايه بقى؟ 5 س أس 3، 5 س أس كام؟ أس 3. طب 7 ه ناقص 3 ه، برضه بطرح العدد والرمز يفضل زي ما هو طالما الرمز متشابه. 7 ناقص 3 يبقى 4، يبقى 4 ايه؟ 4 ه، سهلة جدا. لكن لو أنا جبت مثلا قلت عايز أجمع 3 س زائد 4 ص، هل ينفع؟ ما ينفعش. ليه بقى؟ لأن أنا هجمع السين والصاد مع بعض إزاي؟ ما تمشيش. لأن لازم يبقى الرموز متشابهة وفي نفس الوقت إيه؟ الأس متشابه، فهنا الرموز هنا مش متشابهة، الرموز مش زي بعضها. تعال ناخد دي برضو، 7 ب، 7 ب زائد 2 ب أس 2. طب هتقول لي هنا الرموز متشابهة، هنا ب وب بس الأس مختلف، هنا دي أس 2 ودي أس 1، لا يمكن جمعهما. لازم عشان أجمع لازم يكون الرمزين متشابهين زي بعض والأس زي بعض. طيب تعال ناخد مثال شوية، هنا بيقول لك اختصر المقدار الجبري الآتي إلى أبسط صورة. اختصروا ازاي يعني؟ يعني من الاخر هنجمع، يعني هنا 9 ا ناقص 4 ب ناقص 2 ج ناقص 5 ا زائد ب زائد 3 ج. اعملها ازاي؟ اول حاجه انا بجمع الالف مع بعض، الرموز مع بعضها المتشابهه، بجمع الالف مع بعض والب مع بعض والجيم مع بعض وكده، كل رمز متشابه مع بعض يعني. فهنا جمع 9 ا ناقص 5 ا، احطهم في قوس لوحدهم اهم، 9 ا ناقص 5 ا، واقفل القوس بتاعي. طيب بعد كده ايه؟ اجمع الب، ادي هنا زائد سالب 4 ب، سالب 4 ب زائد ب، اهي دي زائد ب، سالب 4 ب زائد ايه؟ زائد ب، زائد بقى اقفل القوس برضو واكتب زائد 2 ج ناقص 2 ج سالب 2 ج اهو زائد 3 ج، واقفل القوس بتاعي. وابتدي بقى اجمع كل قوس لوحده، يعني ال 9 ا ناقص 5 ا يبقى كام؟ يساوي كام ا؟ 4 ا، اهو طلعت 4 ا. طيب السالب 4 ب زائد ب، طبعا سالب 4 زائد 1 يدينا سالب ايه؟ سالب 3، يبقى هنا سالب 3 ب، سالب 3 ايه؟ سالب 3 ب. الجيم بقى سالب 2 ج زائد 3 ج، سالب 2 زائد 3 يدينا كام؟ يدينا 1، 3 ناقص يعني 3 ناقص 2 يبقى 3 ناقص 2 يبقى 1، يبقى 1 ج، يبقى ايه؟ زائد ج. فالواحد طبعا ما بتتكتبش فبكتب ج. تعال ناخد مثال تاني او يوضح الدنيا اكتر، 3 سينوس 2 ص زائد 5 سينوس 5 س ص اس 2 ناقص س اس 2 ص زائد 4 س ص اس 2. بشوف المتشابه مع بعض وبجمعه في قوس واحد. 3 س أس 2 ص، فين اللي زيها؟ اللي زيها س أس 2 ص، أنا بدور على الإيه؟ الرمز وفي نفس الوقت الأس، ماليش دعوة بالعدد، العدد مش لازم يكون متشابه. فبدور على الرمز والأس، هنا الس أس 2 وص أس 1، هنا الس أس 2 وص أس 1، يبقى نجمعهم مع بعض، 3 س أس 2 ص ناقص، هنا الإشارة بالسالب، فبحط سالب، ناقص س أس 2 ص، وأقفل القوس وأكتب زائد. واجيب الحد اللي بعده 5 س ص اس 2 زائد 4 س ص اس 2، 5 س ص اس 2 زائد 4 س ص اس 2، نجمع بقى كل قوس لوحده،
3 س تربيع ص ناقص س تربيع ص، فهنا 3 ناقص كام؟ كأنها ناقص 1. 3 ناقص 1 لأن هنا العامل بتاعها 1 طالما مش مكتوب يبقى 1. 3 ناقص 1 يبقى بإيه؟ يبقى 2، 2 إيه بقى؟ 2 س تربيع ص. الرمز بتاعها اتكتب زي ما هو. القوس الثاني 5 س ص تربيع زائد 4 س ص تربيع. بجمع 5 س و4 س و5 و4 9 يبقى 9 إيه؟ 9 س ص تربيع. وبكده نكون عرفنا ازاي بنجمع وبنطرح ايه المقدار الجبري او الحدود الجبريه المتشابهه بمنتهى البساطه. ان شاء الله الدرس اللي جاي ضرب الحدود الجبريه، ازاي بضرب الحدود الجبريه، وهناخد قواعد الاشارات وكل حاجه. اتمنى لكم كل التوفيق واشوفكم في الفيديو اللي جاي. باي باي.